أن الكلام ينقسم في اللغة العربية إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. قلنا الاسم منه مضمر نحو أنا، ومظهر كزيد، ومبهم نحو هذا. وفعل وهو ثلاثة أقسام أيضا: مر كضرب، ومضارع كيضرب، وأمر كاضرب. وحرف يعني اسم فعل حرف، هذا عرفناه وقلنا بالاستقراء. قل لي ما هو دليل؟ قل الكتاب والسنة. لا فماش في الكتاب، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في القياس. هذا موجود أين؟ بالاستقراء، استقراء اللغة من أولها إلى آخرها. علمنا أن الكلام في اللغة العربية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون اسما، أو أن يكون فعلا، أو أن يكون حرفا. رأينا الاسم قلنا مضمر ومظهر ومبهم، والفعل ماضي ومضارع وأمر، والحرف قال حرف جاء لمعنى، جاء لمعنى في غيره، لأن الحرف المقصود هنا الذي يفيد معنى في غيره. لكن حرف من حروف الهجاء كزاي مثلا، زاء، هذا لا يفيد معنى في غيره، بينما الباء كحرف هجائي لا يفيد شيئا، لكن لو أنك وضعته في القسم بالله أصبح مفيدا للقسم. لأن قلنا الحرف جاء لمعنى، وهو أيضا ثلاثة أقسام. هناك حرف مشترك بين الأسماء والأفعال، مثل هل، عندك المثال في الأسفل، يقول تدخل على الفعل وتدخل على الاسم، فنقول هل قام زيد، ونقول هل زيد قائم. فهذا الحرف حرف مشترك، يعني يفيد معنى في الاسم ويفيد معنى في الفعل. وحرف مختص بالاسماء فقط، مثل حرف في، قل ركبت في سياره، على ركبت على الدابه. طيب حرف مختص بالأفعال نحو لم، لم أداة جزم تدخل على الفعل المضارع فتجزمه، ماذا تفعل له؟ تنفي وقوعه في الزمن الماضي، رغم الفعل المضارع، الفعل المضارع لكن تنفي وقوعه في الزمن الماضي. احترز بقوله جاء لمعنى من حروف التهجي إذا كانت أجزاء كلمة كزاي، زيد، وبائه وداله، ويائه وداله. لا مطلقا، لأن حروف التهجي إذا لم تكن كذلك فهي أسماء لمعان، كما جيم اسم جاهل. شنو جاهل؟ ايش معنى جاهل بالفارسية هذه ولا بالعربية؟ يمكن أن ننطق الحرف الواحدة بإضافة هاء في آخره، نسميها هاء السكت، هاء السكت نسكت عليها، تسمى هاء السكت، هو أصلها جاء. كما أن لم يرى، نحن نأخذ الأمر من الفعل المضارع المجزوم بحذف أداة الجزم وحذف حرف المضارعة، بقي لنا راء. يمكن أن نكتبه هكذا، ويمكن أن نضيف إليها السكت فنقول راه، كما السفاقسي يقول قارع، هو السفاقسي زادها من الأولى حط لها همزة. العرب يضيفون إليها هاء تسمى هاء السكت، نسكت عليها فنقول راه. ممكن أن تكتفي براء فقط، وهذه من الأحاجي التي كانت توضع في امتحانات التلاميذ في الزيتونة. فالشيخ معاوية التميمي، هذا الشيخ الفاضل بن عاشور، يمتحن تلميذا، قال له صغ لي الأمر من رأى، قال له إذ، قال له إذ
صفر وتستمر من عند معاوية الأبر. إذن عندما قال لك وانا جه، الهاء هذه من هي؟ هاء السكتي، يعني لعل البعض منكم عندما قرأها لم يفهم معناه جه. ايش معنى جه؟ جه هو الحرف هكذا، فعوض أن ينطقه جاء قال جه، وهذا وارد في اللغة العربية. قال إذن فجيم اسم جه. ما هذه كنا نملي أسماء الحروف، كل الحروف الألف الباء الداء هذه كلها. والدليل على أنها اسم قبولها لعلامات الأسماء نحو كتبت جيما وهذه الجيم وأحسن من جيمك. ايش معنى هذا الكلام في هذه الجملة؟ الاسم عنده خصائص نعرف بها الاسم. الأجرومي ذكر أربعة، قلت هي عشرة. أعطانا الأمثلة، قال كتبت جيما، هنا خاصية من خاصية الاسم لا توجد في الفعل ولا توجد في الحرف، وهي التنوين. فجيم هكذا، جيم. الخاصية ما هي؟ هي هذه الضمة الثانية اللي أصلها جيمون، هي نون تلحق الاسم في آخره تنطق ولا ترسم. ووضعنا دليلا عليها، هي الضمة الثانية أو الفتحة الثانية أو الكسرة الثانية. إذا وجدت التنوين علمت أن هذا المنون هو اسم، لأن الفعل لا ينون والحرف لا ينون. طيب الجيم هنا جيم، هل هي الحرف أم هي اسم الحرف؟ هي اسم الحرف. بذلك قال هي اسم ماذا؟ اسم جه، اسم جه يعني. العلامة الثانية التي ذكرها وهي هذه الجيم، هذه الجيم، العلامة هي الألف واللام. فالألف واللام على لغة ولغة أخرى هي الأل، نقول هذا الاسم تدخل عليه أل أو لا تدخل عليه أل. هذا خلاف اصطلاحي بين البصريين والكوفيين. الجيم مش كما يقول البعض الجيم، لأنه لا يفرق بين أل القمرية والأل الشمسية. الجيم القمرية، كي تقول لي الجيم وتولي الشمس الشمسية. ال عندما تدخل على كلمة يعني أنها اسم، لأن الألف واللام لا تدخل على الفعل. ما نقولش أنا ال ضربت، وما نقولش باء القسم مثلا بالله، نقول قلبي لا تدخل، لأن هي ليست أسماء وإنما هي إما حرف وإلا فعل. ثم أعطانا مثال آخر وهو أحسن من جيمك. أحسن من جيمك، ماذا فعلنا هنا لكي عرفنا أن الجيم هنا اسم؟ أضفناها، أضفناها، لأن الإضافة لا تكون إلا بين اسمين، وبالتالي يعرفون الإضافة بأنها علاقة بين اسمين بدون واسطة، فمش حرف واو، حرف العطف واو. هي الإضافة هي علاقة بين اسمين، الاسم الأول يكون نكرة لأننا عرفناه بالإضافة، والاسم الثاني يكون مجرورا وجوبا، المضاف إليه ما يكون إلا مجرور. طيب قال أحسن من جيمك، المقصود هنا ليست الإضافة وإنما المقصود، انظروا جيدا، من جيمك، جيمي
هذه الميم لماذا خفضت؟ لأن سبقت بحرف جر. حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء. إذا عندنا التنوين هو علامة للإسم، ثم الألف واللام هي علامة على الإسمية، والخفض أيضا علامة على الإسمية، لا تجد فعلا مخفوضا. طيب، قال والدليل على أن اسم قبولها لعلامات الأسماء نحو كتبت جيما وهذه الجيم وأحسن من جيمك وكذا الباقي. وإذا أردت معرفة كل من الاسم والفعل، منظور جيد ما نقولش من الاسم، من الاسم، لأن الهمزة هنا في الاسم هي همزة وصل وليست همزة قطع. من الاسم لأنه أحد الأسماء الستة في قول، والأسماء هي أكثر من هذه في اللغة العربية التي تبدأ، لأن في العادة الأسماء المهموزة مهموزة الأول تكون الهمزة فيها قطعية، إلا ستة أسماء على قول وعشرة أسماء على قول في الألفية. طيب، وإذا أردت معرفة كل من الاسم والفعل والحرف فالاسم المتقدم في التقسيم يعرف من قسيميه، يعني من القسمين الثانيين الفعل والحرف. بماذا؟ يعرف بالخفض. بالخفض ايش معنى الخفض؟ يعني الجر في آخره. والخفض عبارة عن الكسرة التي تحدث عند دخول عامل الخفض، ككسرة الدال من زيد. شخبلها زيد هنا حرف جر. في قولك مررت بزيد، بزيد ب الباء حرف جر. حروف الجر عن أخذت تقاعد معاش الجو عيال زيد مش جر. فزيد هنا هو اسم ويعرف ذلك بكسر آخره. إذن الخفض هو علامة من علامات الاسمية. والتنوين وهو نون ساكنة تتبع آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، نحو زيد ورجل وصهين. ما معنى صهين؟ أنا أقول شو صح؟ صح يعني أسكت. وصهين مش معنى؟ إحنا عندنا قاعدة تقول كل زيادة في المبنى هي زيادة في المعنى. إذا كان زدنا حرف في كلمة راه فما زيادة في المعنى. صهن اش زدنا هنا؟ زدنا نون اللي هي تنوين، نون التنوين. فصه يعني اسكت، صهن يعني اسكت عن كل حديث. لو جريها باللغة العامية توقع ما شاء الله. طيب، إذا وصهن ومسلمات وحينئذ فهذه أسماء لوجود التنوين في آخرها. ودخول الألف واللام عليه في أوله نحو الرجل الغلام. فالرجل والغلام اسمان لدخول الألف واللام في أولهما. ودخول حروف الخفض في أوله أيضا نحو من الرسول. فالرسول اسم لدخول حرف الخفض عليه وهو من. أذكرنا إذن هنا قال حاصل ما ذكره من علامات الاسم أربع، اثنتان تلحقان الاسم في آخره وهما الخفض والتنوين، واثنتان تدخلان عليه في أوله وهما الألف واللام وحروف الخفض اللي هنسميها حروف الجر. ما هي حروف الجر؟ هذه تحفظ في بيليكا هاي باهي ربا وحتى تاء قسم واو القسم. هذه البعض مازال فما فما عوامل اخرى للجر. على كل اللي ذكرهم لنا مش تشوفوهم. قال وعكس الترتيب الطبيعي لطول الكلام على حروف الخفض وعطف العلامات بالواو المفيده لمطلق الجمع اشعارا بان بعضها قد يجامع بعضا في الجمله كالخفض مع التنوين او مع الالف واللام، وقد لا يجامع كالالف واللام مع التنوين. قال هالخصائص الأربع اللي ذكرناها، شو هما الخصائص الأربع؟ قلنا أن الاسم تخفض،
والاسم تدخل عليه الف وال ولا والاسم تدخل عليه حروف عندنا التنوين والخفض هاي وعندك الالف واللام وحروف الجر فما فرق بين الخفض وبين حروف الجر لان الخفض نجم يكون بالاضافه مش قلت لكم طب في المضاف اليه المضاف اليه يكون وجوبا باشبيه يكون مخفوض الاسم مبتدا اي شبيه الاسم مبتدا ما هو مش يكون مرفوع عمر المبتدا مش مرفوع هذا اللي يجينا ان شاء الله في الدرس القادم المبتدا لا يكون الا مرفوع ما يكونش مبتدا مش مرفوع ومش نقول ما نعرفش معناها مرفوع وش معناها مضموم لانه فما فرق بين الرفع والضم ما مش كيف كيف الاسم يجي مرفوع والفعل ما يجيش مرفوع سادة ما خلينا نقول المضارع المضارع فيه المرفوع والمنصوب والمجزوم وبالتالي مشي علامة دي يعني كونه مرفوع مش علامة الاسمية أما منون يعني عليه ضمتين هذيك علامة الاسمية ضمة واحدة مش علامة الاسمية لأنه الفعل نجم يكون مرفوع وقت اللي قالك يضربوا يضربوا اللي في آخر مش فما ضمة هذا فعل مضارع مرفوع وبالتالي الرفع ليس علامة للاسمية العلامة الاسمية هو الضمتين وإلا الفتحتين وإلا الكسرتين إن شاء الله واضح. طيب. وأضحك الله وسنة. قال ثم السطر ده فذكر جملة من حروف الخفض فقال وهي ولذلك قال لك ما هيش كلها حروف الخفض لا قال لك جملة من حروف الخفض لأنه مثال هذا يحكم على شكون قال يحكم على مع الأطفال وده. طيب أعطانا البعض من حروف الخفض اللي احنا نقوله حروف الجر اللي هي من بكسر الميم ومن معانيها الابتداء علاش قال من معانيها لاني من عندها كثير من المعاني من معانيها الابتداء ايش معناها معناها اتيت من ابتداء الذكر شو والى ومن معانيها الان انتهى نقول خرجت من مكة إلى المدينة خرجت من بصرة إلى الشام ومثالهما سرت من البصرة إلى الكوفة فالبصرة والكوفة اسمان لدخول حرف الخفض عليهما وهو من في الأولى وإلى في الثانية وعن ومن معانيها المجاوزة نحو رميت عن القوس فالقوس اسم لدخول عن عليه السهم مختلف تجد القوس يجاوز القوس يخرج منه يفوت وفي ومن معانيها الظرفية نحو الماء في الكوز فالكوز هو الظرف متاع الماء فالكوز اسم لدخول في عليه ورب بضم الراء ومن معانيها التقليل نحو رب رجل كريم لقيته مش كل من دفع كريم فرجل اسم لدخول رب عليه والباء الموحدة اش معنى الموحدة؟ ها عليها؟ نقطة واحدة قلت لو قلنا نقرأ عن سيد البدر شو نقول؟ الباء واحدة من سفل واحدة برك قال والكاف من معانيها التشبيه نحو زيد كالبدر فالبدر اسم لدخول الكاف عليه واللام ومن معانيها الملك نحو المال للخليفة فالخليفة اسم لدخول اللام عليه هذا ضربة بندير من سيدي خلق الخليفة لأن المال ممكن خلي الخليفة ولما المال هو مال الله وهو وكيل عليه يجب أن يضعه في مستحقين وحروف القسم بفتح القاف السين والسين المهملة يعني فيهاش نقاط بمعنى اليمين وحروف القسم من حروف الخفض وسميت حروف القسم لدخولها على المقسم به وهي ثلاثة الواو والباء والتاء قل والله ونقول بالله ونقول تالله طيب قال والفعل يعرف من قسميه الاسم والحرف بماذا؟ بقد إذا دخلت عليه قد تعرف 100% اللي هو فعل
وتدخل على الماضي نحو قد قام وعلى المضارع نحو قد يقوم. طيب فقام ويقوم فعلان لدخول قد عليهما بخلاف قد الإسمية، وهذه قليلة الاستعمال، فإنها مختصة بالأسماء لأنها بمعنى حسب، نحو قد زيد درهم، يكفي زيد درهم برضه يكفي. والسين وسوف ويختصان بالمضارع نحو سيقول وسوف يقول، فيقول فعل مضارع دخول السين وسوف عليه. وتاء التأنيث الساكنة وتختص بالماضي نحو قالت، التاء هذه لا تدخل على الاسم ولا ما تدخل على الفعل. إذا علامة الفعل خرجت من علامة قد والسين وسوف وتاء التأنيث، هذوما العلامات اللي يدلوا على أن الكلمة هي فعل. لكن من حيث المعنى شنو اللي نفهم كونه فعل؟ اللي يفرق بين الفعل والاسم شنو؟ أنا كي نقول ضرب ونقول ضرب، يعني على استعمال النحويين لكلمة ضرب وزيد وعمر، هو الاقتران بالزمن. ولذلك الفرق بين المصدر والفعل شنو؟ الفعل يدل على الحدث مقيد بالزمن، عندما أقول علم في الماضي يعلم في الحاضر ولا في المستقبل، فهمتي؟ فعلم ويعلم هذه فعل، ليش؟ لأنها تدل على الحدث مقيد بايش؟ بالزمن. لكن لو قلت علم هذه مصدر، هذا فعل ولا مش فعل؟ هو حدث لكن مقيد بالزمن ولا مش مقيد بالزمن؟ مش مقيد بالزمن، إذا ماذا يعتبر؟ هو اسم. فالفرق بين الاسم والفعل هنا هو الزمن، فالفعل يعبر على الزمن والاسم لا يعبر على الزمن، وإنما يعبر على الحدث مغير مخير بزمن. إذا قلنا الفعل يعرف بقد وسوف والسين وتاء التأنيث الساكنة. الحرف يعرف بأنه ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. يعني اللي يقول لك شوف لي هالكلمة هذه شنو يندرى، حرف ولا اسم والا فعل؟ اذا هي اسم اشي لازم نقول نشوف يلحق التنوين ولا يلحقش التنوين، يلحق الخفض ولا ما يلحقش الخفض، تدخل عليه الالف ولا ما تدخلش الالف ولا تدخل عليه حروف الخفض ما تدخلش، هذا نعرف به الاسم. والفعل نعرفوه قد